متواصلين مع حضراتكم بتقديم بانوراما رافدين. والآن للوقوف أكثر على أوضاع النازحين في العراق، في ظل قرار وزارة الهجرة الحالية إغلاق المخيمات، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. بداية دكتورة فاطمة، مرحبا بك. وزارة الهجرة والمهاجرين تحدد يوم 10 من أيلول موعدا لإغلاق ملف النزوح في العراق، ولكن نتساءل، يا ترى هل البنية التحتية والأمنية في المدن المنكوبة مستعدة ومهيئة لمثل هذا القرار؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وحي مشاهديكم الكرام. يعني يخيل للوهلة الأولى عندما يسمع أي شخص هذا التاريخ 11 من أيلول أنه سوف يكون في هذا اليوم افتتاح كبير لمجمعات تليق بحفظ كرامة العراقيين الذين عانوا التهجير والعمليات العسكرية والتدمير، والآن سوف يعودون عودة يعني آمنة إلى منازلهم، ويعني إلى منازل يعني غير مدمرة، إلى منازل تم إصلاحها أو إلى حتى منازل جديدة عوضا عما فقدوه. معروف جيدا أن ملف النزوح الآن تحاول الحكومة العراقية أن تغلق هذا الملف بأي طريقة، وهذا في الحقيقة ليست في عهد السوداني فقط، ولكن أيضا في عهد الكاظم ومن سبقوه الذين استطاعوا أن يعيدوا المهجرين قسرا إلى منازلهم دون أن تكون هذه المنازل يعني مؤمنة، ومناطقهم أيضا بدون أن تكون مؤمنة ومستعدة لأن تستقبل يعني سكانها الأصليين، بل أن هذه المناطق هي مناطق منكوبة ومدمرة تعاني من وجود. طيب دكتورة، بغض النظر عن موضوع أنه هي ليست مهيئة وليست مستعدة لمثل هذا القرار، ولكن لماذا بهذا القرار استثنت الوزارة مهجري جرف الصخر من قرار إغلاق المخيمات في وقت يعني تتحدث فيه منظمات حقوقية كثيرة عن أوضاع مأساوية لساكنيه؟ معروف جرف الصخر أنها أصبحت منطقة تسيطر عليها الميليشيات والحرس الثوري الإيراني. هذه المنطقة أصبحت ممنوعة على أهلها أن يعودوا إليها، وذلك بقرار إيراني، وأصبحت بالعكس يعني قاعدة من قواعد الإيرانية في المنتشرة في العراق للحرس الثوري، والذي تستعمله لشأن هجمات وتنفيذ مخططات إيران في المنطقة، ولذلك فأهالي جرف الصخر لن يعودوا أبدا إلى مناطقهم حتى يتم إزالة هذه القواعد وأن تعطي إيران الضوء الأخضر. طيب الآن يعني إعلان الوزارة إغلاق المخيمات إلى أي مدى هو مرتبط بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للعراق الأسبوع الماضي؟ نعم بالتأكيد، وليست فقط مجرد الزيارة الأخيرة التي قام بها المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بل أيضا زيارة الأمين العام بنفسه أنطونيو غوتيريش، والذي حدثت قبل أشهر ماضية، كانت تؤكد أيضا على ملفات النزوح وكيف يجب أن يتم التعامل مع هذا الملف. هناك ضغوط على العراق بالعديد من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في العراق، ولذلك العراق بهذا القرار يحاول التملص، خاصة وأن الأمم المتحدة ربما أعطته مهلة لبضعة أشهر، ولذلك هو اختار هذا التاريخ بالتحديد تنفيذا تعهدات قام بها إلى الأمم المتحدة، دون أن نظر في أن هذه سوف تكون كارثة جديدة تحل على رؤوس النازحين. عندما يعني في هذه الحالة دكتورة، يعني منذ فترة قصيرة كانت وزارة الهجرة الحالية تبرر عدم عودة النازحين إلى ديارهم، تعطي المبررات بأنه الظروف غير مهيئة وإلى آخره. اليوم تتمسك بقرار إغلاق المخيمات، هل ما ذكرناه من زيارة هذه المنظمة إلى المخيمات هل هذا كافي؟
نعم بالتأكيد، يعني هو تضارب، هو تناقض فيما تقوم به الحكومة من تصريحات وبينما يكون عليها من ضغوطات من قبل المجتمع الدولي، لأنهم يريدون إغلاق هذا الملف، خاصة أن الشكاوي كثيرة، العديد من الانتهاكات تحدث بحق النازحين. ولهذا يعني كما تفضلت، تصريحات وزارة الهجرة والمهاجرين قبل فترة كانت تقول أن المناطق، وتثبت أن هذه المناطق غير مستعدة، فكيف يريدون الآن أن يعيدوا أبناء هذه المناطق إلى منازلهم؟ هذا يعني يعتبر إعادة قسرية، وهو خطر على حياة هؤلاء النازحين. إذن هناك يعني في الحقيقة مخطط يجري يعني ضد هؤلاء النازحين، ودون يعني الاكتراث ل طيب دكتورة أو الذي سوف يحدث لهم. نعم، يعني نواة أي تقدم في أي دولة يتم استثمار الموارد البشرية. نحن في العراق الموارد البشرية عبارة عن مخيمات للنزوح. هنا بعد أكثر من 7 سنوات دكتورة فاطمة، وأزمة النازحين مستمرة، أوضاعهم سيئة جدا، أقل ما توصف بالمأساوية، ولكن هل هناك خطة حقيقية من الحكومة لرفع المعاناة عن النازحين بتوفير فرص عمل لهم، بإشعارهم بأنهم منتمين إلى العراق، بإشعارهم بأنهم مواطنون عراقيون، منح أولادهم أوراق ثبوتية للالتحاق بالمدارس؟ كل هذه الأمور موجودة في خطة حقيقية من الحكومة من وجهة نظرك؟ بالتأكيد ليست لها أي وجود، وإلا لكانت أعلنت هذا الحكومة. أنا كما قلت في البداية، عندما حددوا هذا الشهر ما الذي، وهذا التاريخ بالتحديد، ما الذي يثبت أنه سوف تكون هناك عودة آمنة وحفظ لكرامة هؤلاء النازحين، من حيث توفر فرص العمل، من حيث يعني إعطائهم حقوقهم الأساسية، من مياه نظيفة، من وصول إلى طعام نظيف، من الخدمات الأساسية، من صحة وتعليم؟ كل هذا في الحقيقة مفقود، والسبب واضح، أن الحكومة لا زالت يعني ليست لديها النية بالاعتراف بهؤلاء على أنهم مواطنون عراقيون تعرضوا للتهجير وتعرضوا إلى معاناة كبيرة، بل يعاملونهم على أنهم إرهابيون وينتمون إلى داعش ولديهم أقارب في داعش وغيرها من هذه النقطة. دكتورة، يعني تهمة الانتماء إلى داعش، هذه تهمة، وهذه يعني جريمة كبيرة، جريمة عظيمة، هذه تمزق المجتمع العراقي. كل العائلات النازحة من المحافظات المنكوبة متهمة بأنها تنتمي لهذا التنظيم. يا ترى من يقف وراء هذا الاتهام؟ ملاحقة الأهالي في هذه المحافظات بتهم الإرهاب، حتى الأطفال محرومون من التعليم، محرومون من أوراقهم الثبوتية بحجة انتماء ذويهم إلى داعش. يعني هذا الأمر من يقف وراءه؟ هل تقف وراءه حكومات؟ هل تقف وراءه قوى إقليمية؟ يعني نعرف جيدا أن هناك مخطط التغيير الديموغرافي الذي يحدث لهذه المناطق، ولهذا فإن حتى هؤلاء الذين سوف يعودون إلى منازلهم فهم سوف يتعرضون إلى مخاطر كثيرة تهدد حياتهم. الحقيقة يعني هذا المخطط تقوم به الحكومة العراقية بمعاونة الميليشيات الولائية التي تدين بالولاء إلى إيران، ولذلك ويعني إثبات ذلك، لماذا أهالي جرف الصخر لا يستطيعون العودة، لماذا مناطق بلد وغيرها من المناطق، لماذا يتم تغييب أعداد كبيرة من أهالي منطقة القرمة، العديد الحقيقة من التساؤلات التي تثبت أن هناك مخطط حقيقي ضد هؤلاء النازحين، وأنهم يعني مخطط الانتقام منهم ومخطط إبادتهم هو لا يزال يجري على قدم وساق، ولكن بطريقة يعني بطيئة حتى لا تثير الشبهات ولا تثير المشاكل. ولذلك نرى جيدا أنه على الأقل هؤلاء لو كانوا يريدون أن يحلوا مشاكل يعني المهجرين من مناطقهم، لماذا ليست لديهم على الأقل أوراق ثبوتية يضمنون بها تعليم أولادهم على الأقل؟ الحقيقة هذا يعني كله، جميع هذه النقاط تثبت أن هناك مخطط يرمي إلى أن تبقى هذه المناطق خالية من سكانها، بغية يعني مخطط التغيير الديموغرافي وإبادة أكبر عدد من أهالي هذه المناطق. نعم،
من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.